أعزائي مشاهدي قناة الفضائية التربوية، أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي في مهنة التقنيات الكهربائية، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم في ندوة تعليمية جديدة من ندوات التعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن مراجعة عامة حول أهم القضايا وأهم الأبحاث التي وردت في كتاب الآلات الكهربائية، تلك المادة التي هي في سياق الخطة الدرسية لمهنة التقنيات الكهربائية للصف الثالث الثانوي المهني الصناعي. سوف نستعرض بعض المواضيع وسوف نستكمل ما تبقى لنا من الندوة السابقة حول الآلات التزامنية. ويسعدني في بداية هذه الندوة أن أرحب بالضيوف الأكارم الذين شرفونا في حضور هذه الندوة، وهم المهندس غسان رزوق. أهلا وسهلا أستاذ غسان. طبعا الأستاذ غسان هو الموجه الأول لمهنة التقنيات الكهربائية في مديرية التعليم المهني والتقني بوزارة التربية. كما يسعدني أن أرحب بالمهندس حسام خليل المدرس في تربية دمشق. أهلا وسهلا بك أستاذ حسام. أهلا وسهلا. طبعا بكل سرور سوف نبدأ معكم بعض التعريفات الأساسية حول الآلات التزامنية، وهي استمرار للندوة السابقة، وسوف أبدأ الحديث من عند الأستاذ غسان، فليتفضل. مشكورا، تفضل أستاذ، الحديث لك. مساء الخير أبنائي الطلبة. تحدثنا سابقا في بحث المناوبات عن بما يتعلق بالمناوبات، وتوصلنا إلى نقطة أساسية وهي ربط المناوبات على التفرع. طبعا ربط المناوبات على التفرع الغاية من الأساسية من ربط المناوبات على التفرع هو زيادة استطاعة الشبكة أو الاستطاعة المقدمة من الشبكة إلى المستهلك. عادة يمكن أن نربط مولدتين مع بعض أو مجموعة مناوبات مع بعض، ولكن بشروط توافق معينة. وهناك ثلاث شروط أساسية لربط المناوبات على التفرع. الشرط الأول هو تماثل الأطوار. الطور الأول يماثل الطور الثاني الأول من المناوبة، الطور الثاني من الشبكة يماثل الطور الثاني من المناوبة، الطور الثالث يماثل الطور الثالث من المناوبة. الشرط الثاني هو تساوي التوترات. يجب أن يتم تساوي توتر المناوبة مع توتر الشبكة بحيث تصبح جاهزة لعملية ربط، إضافة إلى تساوي الترددات. يتم تعيير سرعة المناوبة بحيث نحصل على التردد اللازم، وهو التردد المقرر بالشبكة إن كان 50 هرتز أو 60 هرتز أو حسب ربط المناوبات. الأمر الأخير وهو أن يتم إجراء تطابق الموجات في الأطوار، وذلك يتم من خلال العمل بعدة طرق. الطرق الأساسية أو المتداولة عاما هي طريقة المصابيح. في عنا ثلاثة أنواع من طريقة المصابيح: طريقة المصابيح المظلمة، وطريقة المصابيح المضيئة، وطريقة المصابيح المظلمة والمضيئة. سنبدأ أولا بطريقة المصابيح المظلمة، وهي الشائع استخدامها ويمكن استخدامها بكثرة بالنسبة لسهولة استخدامها، وهي أن يتم وضع المنوبة طبعا اللي راح نظهر حاليا مثال تقريبي للشبكة. مثل ما شايفين عنا المنوبة الأولى هي عبارة عن الشبكة، شبكة كهربائية. المنوبة الثانية هي عبارة عن المنوبة المراد ربط على التفرع. طبعا ما هو موجود ما بين الشبكتين عبارة عن أجهزة يتم الاعتماد عليها لمطابقة التوتر ومطابقة التردد ومطابقة تماثل الأطوار. إضافة إلى عن جهاز التوافق. الأستاذ غسان يتحدث عن ربط المنوبات على الشبكة، وطبعا نعتذر على العطل الفني بسبب انقطاع اللابتوب، ولكن أتمنى يعني أن لا نطيل الشرح كثيرا بهذا الموضوع كي يتسنى مراجعة الوحدات بشكل عام
يعني كونها هي المعلومات هي الداخلة من بداية الكتاب وحتى أعتقد أي صفحة بال سنختصر الربط بطريقة سريعة بحيث يستفيد من الطالب كمعلومات، نعم، لأن هذه المعلومات هي مهمة بالحياة العملية. طبعا أكيد. أنا ما تم اختيارها بشكل أساسي وتم متابعة فيها نعم. لأنها مهمة بالحياة العملية بالنسبة لخريج مهنة الكهرباء، صحيح. فراح نستعرضها بشكل سريع. إذا سنقوم طبعا هاي النقاط اللي حكينا عليها راح نمشي نوصل ل ربط المنوبات. الطريقة الأولى هي طريقة المصابيح المظلمة. يتم ربط ثلاثة مصابيح ما بين كل طورين من المنوبة مع الشبكة، الطور الأول من المنوبة مع الطور الأول من الشبكة، والطور الثاني من المنوبة مع الطور الثاني من الشبكة، والطور الثالث من المنوبة مع الطور الثالث من الشبكة. في بعد التطابق الشروط الثلاثة وهي تماثل الأطوار، تساوي التوتر، وتساوي التردد، يتم إجراء عملية التوافق. عملية التوافق وهي تتضمن تراكب موجة التوتر الأول مع تراكب موجة التوتر الأول من المنوب، بحيث تكون الزاوية بينهما صفر أو مطابقين تماما. فإذا الحالة هي تحصل عندي عملية التوافق أو يتم الوصول لعملية التوافق عند إظلام المصابيح الثلاثي في لحظة معينة من اللحظات أثناء عملية التشغيل، نحصل على التوترات الثلاثي وهي مظلمة. عندها يمكن إغلاق القاطع وتصبح المنوبة في حالة ربط مع الشبكة، ويمكن تزويد الشبكة بالتوتر عن طريق رفع قيمة تيار التهيج لهذه المنوبة، فتصبح عاملة بالشبكة وتقدم توتر لهذه الشبكة. أحيانا قد يكون أثناء عملية الربط هناك تواتر خافت، بحيث الأطوار الثلاثة أو المصابيح الثلاثة تقوم بإضاءة خفيفة أو بتواتر خفيف، يعني مثل اهتزاز، فعندها يمكن أن يكون هناك فارق بالتردد من 2 إلى 3 هرتز ما بين المنوبة والشبكة، وهذا مسموح ويمكن أن يتم الربط فيها. الطريقة الثانية هي طريقة المصابيح المضيئة. طبعا طريقة المصابيح المضيئة تختلف عن الطريقة السابقة، بحيث يتم ربط مثلا الطور الأول من الشبكة مع الطور الثاني من المنوبة. في هذه الحالة يحصل المصباح على ضعفي التوتر، اللي هي عبارة عن فارق ما بين خطين، أو التوتر الهابط على المصباح هو عبارة عن توتر خط. أيضا توتر الطور الثاني من الشبكة مع توتر الطور الثالث من المنوبة، وتوتر الطور الثالث من الشبكة مع توتر الطور الأول من المنوبة. وبذلك يكون كل مصباح من هذه المصابيح واقع تحت توتر خط. في هذه الحالة يتم أيضا العمل على الشروط الثلاثة الأولى، نرجع من عيد لأنه هي مهمة جدا، هي عبارة عن تماثل الأطوار، تساوي التوترات، تساوي الترددات. عندها يتم العمل بحيث نحصل على التوافق عند إضاءة هذه المصابيح الثلاثة وبشكل كامل. في هذه اللحظة يمكن ربط القاطع لربط المنوبة مع الشبكة وزيادة توتر التهيج لتصبح المنوبة فعالة مع الشبكة وتقوم بإعطاء التردد، بإعطاء الاستطاعة اللازمة. أيضا كما لاحظنا في الحالة الأولى يمكن أن يكون هناك خفقان بالمصابيح، بحيث المصابيح تصبح فيها حالة خفقان، انخفاض وارتفاع في التوتر بسيط. هذا الانخفاض والارتفاع ناتج عن وجود فرق بالتردد ما بين تردد الشبكة وتردد المنوبة، وهو بحدود 2 ل 3 5 هرتز، وهو مسموح ويمكن العمل فيه. طبعا في شيء أساسي أنا ممكن نسينا نحكي فيه، أنه أنا بدي أتجنب ربط الشبكة في حال عدم تطابق الأطوار، لأن ذلك يسبب إلى مرور تيارات كبيرة جدا، وهو قد يؤدي إلى تلف في الملفات أو تلف في المحور أو تلف في جسم الآلة المنوبة، ويؤدي إلى عطل جسيم في الشبكة. فنحن دائما عملية الربط مهمة جدا، ويجب اتباع الخطوات فيها وبشكل أساسي وكامل. نتطرق للطريقة الثالثة وهي الطريقة طبعا اليدوية، التزامن باستخدام المصابيح الدوارة.
طبعا هي مو اسمها مصابيح الدوارة، هي تسمى المصابيح المظلمة والمضيئة معا. هون تم جمع الطريقتين مع بعضهم البعض، بحيث استفدنا من الطور احدى الاطوار تم وصله الطور الاول مع الطور الاول منه بالشبكة، بينما باقي الطورين اخذنا الطور الثاني مع الطور الثالث من المنوبة، والطور الثالث من المنوبة من الشبكة مع الطور الثاني من المنوبة. في هذه الحالة يصبح لدينا المصباح الأول إظلام تام، والمصباحين الثاني والثالث في إضاءة تامة. السبب أنه بيهبط توتر، هو توتر خط على هذه المصابيح. قد تكون هذه الطريقة هي أشد وضوح من السابقة، بحيث نحصل على وضوح تام ما بين الإظلام والإضاءة. أيضا يتم الوصل في هذه اللحظة عندما يكون المصباح الأول في حالة ظلام تام والمصباحين الثانية في حالة إضاءة تامة، ويتم ربط القاطع ما بين المنوبة والشبكة. أيضا في بعض الحالات يحصل لدينا ضعف أثناء عملية الربط، يمكن استعانة ببعض أجهزة المقاييس. يعني مثلا أنا التوتر على المصباح اللي هو نقطة الصفر، توتر المظلم يجب أن يكون توتر صفر. لضعف الإضاءة مثلا بالمصباح يمكن استعانة ببعض المقاييس، يمكن وضع مقياس التوتر الصفري على طرفي المصباح أو على طرفي الخطين ما بين المنوبة والشبكة، فيظهر لدينا هذا المصباح المقياس الصفري على قيمة التوتر ما بين الخطين. عندما يكون التوتر صفرا في هذه الحالة يمكن الاستعانة على المصابيح أو الاستعانة على المصابيح أو إضافة لشرح المصابيح، يمكن وصل هذه الآلة مباشرة. الطريقة الثانية المزامن الكهرومغناطيسي أو الكهرومغناطيسي والمزامن الآلي. طبعا المزامن الآلي هون نحن بشكل طبيعي نقوم بوصل كلتا المنوبة والشبكة إلى هذا المزامن، طبعا مع تحقق الشروط السابقة، ونتم متابعة الحركة عن طريق الدائرة اللي واضحة بالنسبة لنا على الشاشة. هذه الدائرة هناك سهم يقوم بالدوران إما يمينا أو يسارا، وذلك دالا على تسارع التردد للشبكة أكثر أو للمنوبة أكثر، فاتجاه الدوران يكون إحداهما. يكون التطابق ما بين المنوبة مع الشبكة عند وصول المؤشر إلى الصفر، الصفر في الأعلى. في هذه اللحظة يمكن أن تقوم بعملية الربط، أو المزامن هو يقوم بعملية الربط في هذه الحالة. أيضا في عندنا الطريقة الآلية الأخيرة، يمكن استخدام المنوبات عملية الربط الآلية، وهي تقوم بشكل مباشر. يتم تغذية المنوبة والآلة والشبكة لهذه الآلة، وهي تقوم بشكل مباشر بتعيير التماثل الأطوار، وتقوم بتعيير التوترات والتردد، وتختار اللحظة المناسبة لعملية الربط، وتتم ربط بشكل مباشر وآلي دون عمل الإنسان بأي شيء. لكن هذه الطريقة لها مساوئ كثيرة، وهي عطل هذه الآلة بشكل دائم، وبتحتاج إلى معايرة دائمة لتحديد صلاحيتها، فنستبعد عنها إلا في حال ضعف من يقوم بعملية الربط. يعني وبذلك نكون قد انتهينا من عملية ربط المنوبات وبشكل مختصر. نتمنى الإفادة منه قدر الإمكان. إذا نسمح لي نكتفي بهذا المقدار، وهي كانت بمثابة يعني استكمال لما جاء بالندوة السابقة حول الآلات التزامنية. سوف يعني أسأل الأستاذ حسام عن موضوع آخر، موضوع متعلق بالمحركات الكهربائية، تعريف المحرك الكهربائي التحريضي في أحادي الطور. سنقتصر بالشرح في هذه العجالة حول المحرك أحادي الطور، تعريفه، أجزاؤه، وما هي أنواعه، وما هو مبدأ عمله، ثم سننتقل لاحقا لحل بعض الأمثلة العملية المتعلقة بالمحركات الكهربائية أحادية الطور. تفضل أستاذ. بالنسبة للجزء الأول من الكتاب، هو عبارة عن المحركات التحريضية بنوعيها. الفصل الأول محرك التحريضي أحادي الطور والمحرك التحريضي ثلاثي الطور. المحركات الكهربائية بشكل عام التحريضية هي آلات كهربائية تعمل على التيار المتناوب، تقوم بتحويل الطاقة من
كهربائية إلى طاقة ميكانيكية حركية. طبعا يتم في هذه الآلة تغذية الملفات اللي بتكون بالجزء الثابت، بنغذي الملفات بتوتر متناوب فيمر تيار في هذه الملفات وتتشكل ساحة مغناطيسية. هذه الساحة تنتقل من الثابت إلى الدائر عبر الثغرة الهوائية. طبعا بدنا نقول نحن هون بالنسبة لنا أستاذ حسام، ما هو سبب تسميتها بالتحريضية؟ يعني من أين جاءت كلمة تحريضية؟ نعم، بالنسبة للآلات التحريضية، انتقال الساحة المغناطيسية أثناء تغذية ملفات الثابت بالتوتر المتناوب إلى الجزء الدائر، فأن هذه الساحة تتقاطع مع ملفات الدائر التي تشكل دارة مغلقة، فتؤدي إلى تحريض قوة محركة كهربائية فيها حسب مبدأ طبعا فاراداي في التحريض، فبمر فيها تيار وبتنشأ عنها ساحة مغناطيسية. هاي الساحة بتتشابك مع ساحة الثابت حتى تشكل الساحة الكلية اللي بدها طبعا تعمل عليها الآلة، بالتالي تشكل العزم الكلي للآلة. فإذا هي سميت بالتحريضية لأنه القوة المحركة الكهربائية تتحرض في جزئي الثابت والدائر للآلة. بالنسبة للمحرك أحادي الطور، وجد أثناء تغذية طبعا هو في نوعين من الملفات، ملف رئيسي أو ملف أساسي أو ملف التشغيل، وملف المساعد أو ملف الإقلاع أو ملف بدء الحركة. بالنسبة للملف الرئيسي أو الأساسي، هو عبارة عن ملف عدد لفاته قليل، مساحة مقطعه كبيرة. طبعا هذا الملف هو مسؤول عن إنتاج الساحة المغناطيسية الرئيسية، لكن وجد أثناء تغذية هذا الملف منفردا أنه بتتشكل ساحة مغناطيسية نبضية أو مهتزة. هاي الساحة طبعا ما بتفيدني، نحن بدنا تكون الساحة المغناطيسية في الآلة الكهربائية ساحة دوارة، لذلك تم إضافة ملف هو الملف المساعد. هذا الملف طبعا مهمته أنه يساعد على إنتاج الساحة المغناطيسية الدوارة، هو بيكون بعدد لفات كتير ومساحة مقطع قليلة. بالنسبة للمحرك الأحادي الطور، يصنف إلى طبعا عدة أنواع. أول شيء بالنسبة للبنية، البنية مثل أي آلة هو يتألف من الجزء الثابت والجزء الدائر. الجزء الثابت بيتصنع من صفائح الحديد الكهرومغناطيسي، هذا الحديد يتميز بنفاذية عالية لخطوط الساحة المغناطيسية، وهذا هدفنا طبعا أن الساحة المغناطيسية تنتقل من الثابت إلى الدائر حتى تتحول الطاقة من كهربائية لحركية. يعني إذا يعني لاحظنا أن الحديث عن المحركات الكهربائية مرتبط بشكل وثيق بموضوع الساحة المغناطيسية والكهرومغناطيسية، أليس كذلك؟ نعم. وبالتالي يعني ارتبط اكتشاف المحركات الكهربائية باكتشاف المغناطيس، أليس كذلك؟ نعم. لذلك يعني أتمنى من حضرتك أن ننتقل للحديث عن أهم القيم الأساسية لخصائص الساحة المغناطيسية. القيم الأساسية للساحة المغناطيسية طبعا في البداية، تشكل الساحة المغناطيسية هو عبارة عن خطوط، هي عبارة عن خطوط الفيض المغناطيسي فاي التي تقاس طبعا بالويبر. هي القيمة، هاي الخطوط أثناء تدفقها إذا عبرت سطح معين، فطبعا نحن بنصير بنقول الفيض على السطح أو السيالة على السطح بيتشكل عندي ما يسمى بكثافة السيالة المغناطيسية أو كثافة التدفق المغناطيسي بي. طبعا هاي القيمة بي اللي هي فاي على اس، وتقاس بالويبر على متر مربع أو بالتسلا. كثافة الساحة المغناطيسية طبعا بتعبر عن عدد الخطوط اللي متدفقة خلال سطح معين. نحن الساحة المغناطيسية بنعبر عنها بقوتها من خلال طبعا شدة الساحة المغناطيسية اللي بنسميها H. شدة الساحة المغناطيسية ترتبط مع كثافة التدفق المغناطيسي، مع كثافة التدفق المغناطيسي بي بالعلاقة بي بتساوي ميو ضرب اتش. ميو هو عبارة عن ثابت نفاذية المغناطيسية. هاي طبعا أهم المحددات اللي هي فاي وبي واتش بالنسبة للآلة. نعم، إذا نستمر بخصوص المحركات الكهربائية والتعريف يعني بملفاتها وبمبدأ عملها. نعم. نعم. فإذا بعد ما عرفنا أنه يجب تواجد الملفين مع بعضهم البعض، فينا نقول أنه مبدأ عمل المحرك الأحادي الطور أنه عنده طبعا الثابت بشكل عام قلنا يتصنع من الحديد كهرومغناطيسي، هذا الثابت بده ينحفر في مجاري، هاي المجاري بده يتوضع فيها ملفات بنسميها ملفات الثابت. طبعا في عندي بالدائر كمان ملفات، فأنا تطبيق التغذية رح يكون على ملفات الثابت، رح نطبق التوتر على ملفات الثابت، وبالتالي رح يمر تيار في هذه الملفات، رح تنشأ عندي ساحة مغناطيسية. هاي الساحة المغناطيسية بتتابع عبر الثغرة الهوائية إلى الدائر، هذا الدائر طبعا بدها تحرض فيه قوة محركة كهربائية أي توتر.
طبعا بما انه صار في عندي قوه محركه كهربائيه او توتر والداره مغلقه، فراح يمر تيار وبالتالي راح تتشكل ايضا ساحه مغناطيسيه. تشابك هاتين الساحتين المغناطيسيتين راح يؤدي لتشكيل الساحه المغناطيسيه الكليه وبالتالي انتاج العزم الكلي اللازم لتدوير هذا المحرك. هذا صار المبدا بعد ما عرفنا اهميه وجود الملف المساعد او ملف بدء الحركه، اللي هو طبعا الحصول على الساحه المغناطيسيه الدواره. طبعا بس بدنا نقول انه بالنسبه للمحرك الاحادي هي الساحه المغناطيسيه بالاساس هليلجيه او بيضاويه، اصبحت دواره باضافه العنصر المساعد، اما المحركات الثلاثيه طبعا فهي ساحتها المغناطيسيه دواره مباشره. الزاويه بين كل بين الملف الرئيسي والمساعد في المحركات الاحاديه 90 درجه كهربائيه، اما في المحرك الثلاثي بين كل ملف والاخر هي 120 درجه. نعم، اذا يعني هذا تعريف عام بالمحركات التحريضية أحادية الطور وبأجزائها وبملفاتها وأنواعها ومبدأ عملها. يعني هل لنا أن نأخذ مثالا أو مثال تطبيقي أو مسألة محلولة ليتم عرضها على أبنائنا الطلاب بنفس الصيغة أو قريب من الصيغة التي تأتي في الامتحان أستاذ حسام؟ نعم، رح نستعرض مثال موجود بالكتاب. طبعا هذا المثال هو عبارة عن مثال رح يتم من خلاله الكلام عن علاقة السرعة التزامنية. طبعا بالنسبة لعلاقة السرعة التزامنية نحن بنعرف انه هي NS نرمز لها في المحرك الأحادي بNS. NS بتساوي 60 ضرب F على B، طبعا حيث F هو تردد التغذية 50 هرتز وB هو عدد أزواج الأقطاب. بالنسبة للآلة التحريضية سرعة الآلة تختلف عن السرعة التزامنية، وبالتالي يوجد هناك فرق بين السرعتين ندعوه بالانزلاق. إذا الانزلاق هو الفرق بين السرعتين. فعندي هون المثال عم نقول محرك تحريضي أحادي الطور ذو قطبين 2 بي تساوي 2، إذا هون عدد الأقطاب 2 وبالتالي عدد الأزواج 1، يعمل عند توتر 230 فولت وتردد 50 هرتز، تبلغ قيمة الانزلاق عند الحمل الكامل S تساوي 0.05 أي 5%. المطلوب اولا حساب السرعه التزامنيه واثنين حساب سرعه المحرك عند الحمل الكامل. موجود هذا التمرين في الكتاب؟ نعم، شبيه فيه كانه. نعم، تمرين موجود في الكتاب. السرعه اولا، هلا بالنسبه لحل اي مساله يجب في البدايه طبعا كتابه العلاقه ثم التعويض والحصول على الجواب وكتابه الواحده. في البدايه طبعا الحل اولا حساب، إذن المطلوب حساب السرعه التزامنيه اولا. نعم. وثانيا حساب سرعة المحرك عند الحمل الكامل. اولا حساب السرعه التزامنيه NS، اليس كذلك؟ نعم، حساب السرعه التزامنيه NS. طبعا NS بتساوي 60 ضرب F على B. F هي عبارة عن تردد التغذية وبه هو عدد أزواج الأقطاب. عدد الأزواج. نعم. وليس عدد الأقطاب. نعم، الآلة تعطى بعدد أقطابها وبالتالي العدد فورا مباشرة بنقسم العدد على 2. نعم. إذا 60 ضرب 50 على، طبعا هون عندي أنا 2 بي بتساوي 2، معناتها البي تساوي 1 عدد الأزواج. إذا هون 60 ضرب 50 3000 على 1، إذا الجواب هو 3000 RPM يعني دورة في الدقيقة. إذا السرعة التزامنية 3000 دورة في الدقيقة. إذن هذا هو الطلب الأول وهو حساب السرعة التزامنية. نعم. أنتقل الآن لحساب سرعة المحرك عند الحمل الكامل. نعم، لحساب سرعة المحرك عند الحمل الكامل طبعا حساب السرعة عند الحمل الكامل يرمز للسرعة عند الحمل الكامل بالرمز N طبعا هون. فنحن السرعة تساوي معروف القانون هو NS بواحد ناقص S. إذا السرعة تساوي السرعة التزامنية مضروبة بواحد ناقص الانزلاق. نحن السرعة التزامنية حسبناها من الطلب الأول اللي هي 3000، واحد ناقص الS كمان معطى بالمسألة اللي هو 0.05. أتمنى رفع الورقة كي يتسنى للطلاب رؤية ما تقوم بكتابته أستاذ. نعم نعم. إذا 3000 ضرب واحد ناقص 0.05، إذا N تساوي، هلأ هون بنوزع يعني 3000 ضرب واحد 3000، 3000 ضرب 0.05 150، إذا بيطلع معي 2850
ار بي ام، السرعه اذا 2850 ار بي ام دوره في الدقيقه. طبعا بنستدل على شغلنا انه مزبوط، لانه السرعه بدها تكون اقل من السرعه التزامنيه. السرعه التزامنيه 3000 وسرعه الاله 2850 دوره في الدقيقه. نعم، اذا هذا مثال تطبيق يتم من خلاله حساب السرعه التزامنيه وحساب ايضا السرعه عند الحمل الكامل في المحرك احادي الطور. في المحرك احادي الطور. نعم. سوف انتقل للاستاذ غسان لتضعني يعني في صورة المحرك ثلاثي الطور، أهم الفروقات بينه وبين المحرك أحادي الطور، ويعني أيضا تعريفه أجزاءه، أي كلام تراه مناسبا بخصوص المحرك أحادي الطور، لننتقل بعد أيضا لحل مثال آخر بما يخص المحركات ثلاثية الطور. تفضل. هناك تشابه كبير ما بين المحرك الأحادي والمحرك الثلاثي من حيث العمل. الاختلاف الوحيد بينهما أن المحرك الثلاثي يمكن الوصول إلى استطاعات غير محدودة، بينما المحرك الأحادي محدود الاستطاعة، لا يمكن تجاوز استطاعة معينة، فرضا لنقول 10 كيلو واط أو 10 كافي آ أو إلى آخره، أو 10 حصان حسب الواحدة المستخدمة. بينما بالمحركات الثلاثية الطور يمكن الوصول إلى استطاعات كبيرة جدا من المحركات، تصل إلى آلاف الحصان إذا كان هو مطلوب. الشيء الأساسي بالفارق الأساسي ما بين المحرك الثلاثي والمحرك الأحادي، المحرك الأحادي يحتاج إلى ملف مساعد لخلق زاوية لإيجاد عملية دوران للساحة المغناطيسية وبالتالي تحريض الدائر وبدء الدوران، بينما بالمحرك الثلاثي يوجد لدينا ثلاثة ملفات مزاحة عن بعضها البعض بمقدار 120 درجة. في حال تطبيق هذا التوتر على هذه الملفات في الثابت تنشأ سيالة متتابعة ما بين الفارق بين الأولى والثانية 120 درجة، وهي تقوم بعملية دفع لهذه السيالة وتخترق الدائر وتقوم بعملية تحريض الحركة عن طريق مرور التيارات وعزوم في الدائر، مما يؤدي إلى دوران هذا المحرك والوصول إلى السرعة المطلوبة والحمل المطلوب على هذا المحرك. طبعا هذا البنية الأساسية. في عندي للمحركات الثلاثية نوعين أساسيين، نوع ذو قفص سنجابي ونوع الآخر ذو الدائر الملفوف. طبعا كلاهما متشابه، إنما تختلف معي فقط في موضوع الدائر. طبعا في أشياء أساسية أنا آسف جاوزتها، هو أجزاء المحرك. المحرك يتجزأ من جزئين أساسيين، الثابت والدائر. في الثابت والدائر توجد صفائح يتم وضع هذه الملفات عليها، ملفات الدائر وملفات الثابت. طبعا ملفات الثابت يتم تغذيتها بالتوتر، وملفات الدائر يتم توليد العزوم فيها نتيجة مرور تيارات تحريضية من الدائر. طبعا الثابت يوجد صفائح مجموعة مع بعض البعض، ويوجد فيها مجاري يتم توضع الملفات فيها، إضافة إلى وجود هيكل يقوم بحماية هذه الملفات، من حماية هذا الهيكل من الصدمات، إضافة إلى جانبي المحرك ويتم وضع المحاور فيها اللي هن ما تسمى المضاجع أو الرومانات حسب نوع المحرك واستطاعته. يتم استخدام رومانات معينة أو كراسي للمحاور معينة يتم استخدامها. إذن هاي بينما الجزء الدائر أيضا عبارة عن محور موضوع عليه صفائح وفيها مجاري يتم وضع الملفات فيها، إن كان دائر محصور أو دائر ملفوف. سأتطرق بشكل أساسي للثابت. الملفات في الثابت تكون موزعة بالمجاري بزاوية 120 درجة ما بين كل ملف لكل طور. الطور الأول مزاح عن الثاني بمقدار 120، مزاح عن الثالث بمقدار 120 درجة. في حال تطبيق التوتر على هذه الملفات ينشأ لدينا سيالة تقوم بدوران دائر. الدائر في القفص السنجابي عبارة عن محور مثبت عليه صفائح وفيها مجاري، ويكون فيها الملفات عبارة عن كتلة مصبوبة ومقصورة من الطرفين، فسميت بالقفص السنجابي، وهي أشبه بقفص عبارة عن له قاعدة ومن الأعلى غطاء وموجود بيناته قضبان، فتسمى هذه
الحالة بالقفص السنجابي، بينما الدائر الملفوف يوضع في هذه المجاري عبارة عن ملفات حسب نوع المحرك، ويتم نقل هذه الملفات الثلاثة إلى حلقات انزلاق. حلقات الانزلاق هذه موجود عليها ملفات الدائر، وحلقات الانزلاق مرتبطة مع فحمات تنقل هذه القوة، تنقل هذه الملفات إلى خارج المحرك وتثبت على جسم الآلة. الغاية من هذه المحركات هو عملية الإقلاع. في المحركات الضخمة أو الكبيرة جدا، عملية إقلاع المحرك يحتاج إلى إقلاع ضعيف حتى لا يتم حرق هذا المحرك. في حال كان المحرك ذو استطاعة كبيرة وتم تحميله بحمولة كبيرة، قد يؤدي إلى إقلاعه مباشر إلى حرق هذه الملفات. فيتم إقلاع المحركات ذات الاستطاعات الكبيرة والحمولات الكبيرة عن طريق حلقات الانزلاق ووضع مقاومات على نهايات هذه الملفات، بحيث هذه المقاومة تقوم بتخفيض قيمة التيار في ملف الدائر وتقوم بتخفيض العزوم، وبإخراج المقاومات بشكل جزئي يتم زيادة الاستطاعة المقدمة من الآلة، وحتى نصل إلى الاستطاعة الكاملة والسرعة الكاملة لهذه الآلة. عندها يتم إخراج المقاومات وربطها بشكل كامل. إذن يعني أيضا المفيد أن نذكر أن المحركات ثلاثية الطور تتغذى من تيار ثلاثي الطور متناوب، أليس كذلك؟ نعم. يعني بهذه الكلمات نكون يعني أعطينا تعريفا واضحا حول محركات ثلاثية الطور وأهم الأجزاء المكونة لذلك المحرك. اسمح لي أنتقل للأستاذ حسام أيضا لإعطاء مثال تطبيقي حول إحدى المسائل التي قد ترد بالامتحان، أو يعني التي من العادي أن يعني ترد في الدورات السابقة، يعني كيفية المسألة كيف تأتي وكيف تحل لنضع طلابنا الأعزاء بصورة ذلك. المثال حاليا اللي موجود، نعم، المثال الموجود حاليا طبعا هو مسألة عن محرك تحريضي ثلاثي الطور. الطلبات اللي موجودة تقريبا تستوفي معظم العمل اللي ممكن انه يطلب من الطالب انجازه للمحرك. فنحن في عندي هون محرك تحريضي ثلاثي الطور 2 بي تساوي 2، اي له قطبين. وصلت الملفات بشكل نجمي، وصلت ملفاته بشكل نجمي. طبعا طريقة الوصل بدنا ننتبه. أتمنى قراءة المسألة أستاذ بشكل تفصيلي ثم نشرح. نعم. كيفية حل الطلبات، يعني طلب تلو طلب. نعم. إذا محرك تحريضي ثلاثي الطور 2 بي تساوي 2، وصلت ملفاته بشكل نجمي، استطاعته الإسمية بي 2 تساوي 7.5 كيلو واط، عامل الاستطاعة كوساين فاي 0.9، المردود إتا 0.75، يدور عند الحمل الإسمي بسرعة NN 2880 RPM دورة في الدقيقة، يتغذى من شبكة ثلاثية الطور توترها الإسمي اللي هو توتر الخط الإسمي UN تساوي UL تساوي 380 فولت، ترددها F تساوي 50 هرتز. المطلوب حساب، طبعا في عندي عدة طلبات، بالبداية أول طلب حساب الانزلاق الإسمي. نعم. حساب الانزلاق الإسمي، الحل أولا حساب الانزلاق الإسمي، وعن نكتب علاقة الانزلاق اللي هي SN تساوي NS ناقص NN على NS، هون N واحد طبعا باعتبار السرعة التزامنية يرمز لها بالمحرك الأحادي بNS وبالمحرك الثلاثي بN واحد فقط للتمييز، لكن هي من حيث المفهوم هي نفسها سرعة خطوط الساحة المغناطيسية الدوارة المنتقلة من الثابت إلى الدائر، وتساوي 60 ضرب F على B. هلأ بنلاحظ أنه NN معطى في المسألة 2880، فأنا بنقصني حساب N واحد اللي هي السرعة التزامنية، لذلك نقوم بحساب السرعة التزامنية N1 بتساوي 60 ضرب F على B. 60 ضرب 50، 2 بي تساوي 2، عندي قطبين، فإذا أنا عندي زوج واحد، الجواب 3000 RPM. صارت طبعا هون السرعة التزامنية معطاة، إذا 3000 ناقص 2000
880. استاذ حسام اتمنى رفع الورقه من اجل كي يتسنى للطالب رؤيتها. نعم. اذا 3000 ناقص 2880 على 3000 120 على 3000. طبعا هون بنختصر، نختصر على 3، 12 على 3 4، 300 على 3 100، اذا 0.04. الانزلاق الاسمي هو 4%. نعم. بالنسبه هذا للطلب الاول. اذا يحسب كنسبه مئويه. نعم هون يحسب كنسبه مئويه. هذا بنسميه الانزلاق النسبي. طبعا في هناك الانزلاق العادي اللي هو الانزلاق المقدر بعدد الدورات اللي هو S بيساوي N1 ناقص N فقط، السرعة التزامنية ناقص سرعة الدوران. طبعا هون الجواب بيكون بالدورة، يعني بالدورة. نعم. في الدقيقة. نعم. هذا الانزلاق الاسمي النسبي بنسميه. الطلب الثاني توترات الخط والطور. هذا الطلب يحسب من خلال نظر لنوع التوصيل. بما أنه نوع التوصيل نجمي، إذا توتر الخط بيساوي جذر 3 ضرب توتر الطور. هلا بنلاحظ انه توتر الخط معطى بالمسألة 380 فولت، إذا هذا معطى، فإذا بيبقى عندي اني احسب توتر الطور 380 بتساوي جذر 3 ضرب يو بي اتش. إذا يو بي اتش بتساوي 380 تقسيم جذر 3، الجواب بيكون 219.3 تقريبا 220 فولت. إذا الطلب الثاني اللي هو توترات الخط والطور يحسب من نوع التوصيل. الطلب الثالث الاستطاعة الفعلية التي يستجرها المحرك من الشبكة. إذا بالطلب الأول قمنا بحساب الانزلاق كنسبة مئوية، أليس كذلك؟ نعم. في الطلب الثاني تم حساب توتر الطور والخط للمحرك. الطلب الثالث هو الاستطاعة الفعلية التي يستجرها المحرك من الشبكة اللي هي استطاعة الدخل. طبعا هون ممكن يفكر الطالب في البداية أنه يحسب من خلال القانون بي بتساوي جذر 3 يو بي ال بكوساين الفاي. هلا بيطلع بيلاقي انه الاي ال تيار الخط غير موجود وهو الطلب يلي اللي بعده راح يكون، فاذا هذا الطريق غير هلا وارد لاستخدامه، لذلك بدنا ننتبه لطريق ثاني لحساب الاستطاعه الفعليه. بما انه المردود موجود واستطاعه الخرج بي 2 معطات، فاذا بستخدم من علاقه المردود. اذا يتم حساب الاستطاعة ابتداء من علاقة المردود، أليس كذلك؟ نعم، من خلال علاقة المردود. أتمنى رفع الورقة أستاذ حسام. نعم. نعم نعم. إذا إتا بتساوي بي 2 على بي 1. بي 2 على بي 1، إذا بي 1 بتساوي بي 2 بي 2 على إتا. بي 2 هي 7.5 كيلو واط، بدنا ننتبه لتحويل الواحدات، بدنا نحول للواط بدنا نضرب ب 1000 يعني ب 10 قوة 3. نعم. والإتا هو 0.75، بيطلع معي الجواب 10000 واط أو 10 كيلو واط. إذا حسبنا، وهون طبعا بدنا ننتبه أنه شغلنا مظبوط، أنه أنا استطاعة الخرج بي 2 7.5 كيلو واط يعني 7500، استطاعة الدخل 10000. فعلا استطاعة الدخل أكبر من استطاعة الخرج بسبب وجود الضياعات. صحيح. الطلب الرابع اللي هو تيارات الخط والطور. إذا بالطلب الرابع مطلوب حساب تيار الخط والطور للمحرك. نعم. حساب تيارات الخط والطور للمحرك. تيار الخط يحسب من علاقة استطاعة الدخل الكهربائية. طبعا هون بي 1 جذر 3 بيو ال بآي ال بكوساين الفاي. هلأ بي 1 حسبناها، جذر 3 بنعرف 1.73، يو ال معطى 380، كوساين فاي 0.9 معطى. اذا بقي عندي فقط حساب اي ال، فاي ال بتساوي بي 1 جذر 3 على جذر 3 يو ال. صحيح. طبعا اذا عوضنا هاي القيم بيطلع معي قيمه اي ال هو عباره عن 16.88. اذا المعادله بمجهول واحد يتم حسابها وينتج لدي التيار الخطي للمحرك. نعم. أما نعم. بالنسبة للتيار الطوري. نعم. بما أن نوع التوصيل نجمي، إذا تيار الخط بيساوي تيار الطور، وبالتالي تيار الطور أيضا هو 16. بس يرجى استبدال الورقة كي يتسنى للطلاب رؤية ما تكتب. نعم. إذا هون لا يظهر على الشاشة.
بما أن حساب تيار الطور للمحرك، بما أن نوع التوصيل نجمي، إذا توتر الخط بيساوي توتر الطور، عفوا تيار الخط يساوي تيار الطور تيار الخط حسبناه 16.88، إذا هو 16.88 أمبير. نعم. بالنسبة للطلب الخامس اللي هو التيار الذي يستهلكه المحرك من الشبكة، طبعا التيار الذي يستهلكه المحرك من الشبكة رح نرمز له بآي واحد، بما أنه المحرك موصول إلى الشبكة إلى خطوط الشبكة، فالتيار الذي يسحبه هو نفسه تيار الخط الذي قمنا بحسابه. إذا آي واحد بتساوي آي إل أيضا تساوي 16.88 أمبير. إذا التيار الذي يسحبه المحرك فقط، أو يستهلكه، أريد أن أتأكد، تيار الخط يساوي تيار الطور في هذه الحالة؟ النوع التوصيل نجمي، فإذا نعم. توتر الخط إذا يساوي كان توصيل مثلثي، إذا كان توصيل مثلثي طبعا بتصير بالعكس، في عندي توتر الخط يساوي توتر الطور، وتيار الخط يساوي جذر 3 ضرب تيار الطور. هي علاقات الحساب للتوصيل نعم. النجمي نعم. والمثلثي. إذا نحسب التيار الذي يستهلكه المحرك من الشبكة، نعم التيار الذي يستهلكه المحرك من الشبكة آي واحد يساوي تيار الخط، تيار الخط اللي قمنا بحسابه اللي هو 16.88. الطلب السادس الضياعات الكلية في المحرك، يرمز للضياعات الكلية في المحرك بالرمز سيجما بي. طبعا سيجما بي هي الضياعات الموجودة، مجموع كل الضياعات اللي هي الضياعات الحديدية، ضياعات النحاسية في ملف الثابت، في ملفات الثابت، ضياعات نحاسية في ملفات الدائر، الضياعات الميكانيكية والضياعات الإضافية إن وجدت. طبعا هي طبعا بتساوي الكبير الاستطاعة الكبيرة ناقص الاستطاعة الصغيرة، يعني الدخل ناقص الخرج، بي واحد ناقص بي اثنين، بي واحد حسبناها اللي هي 10,000 ناقص 7,500، وبالتالي سيجما بي بتساوي 2,500 واط، وهي الاستطاعة وهي ضياعات الموجودة في هذه الآلة. إذا يعني في هذا التمرين تم عرض مجموعة طلبات يعني هي التي تأتي على شاكلتها بالامتحان، وهي تتعلق بالمحرك، ولكن يعني هنا يدخل فيما إذا كان التوصيل نجمي أو مثلثي أو يعني ممكن بعض التفاصيل الأخرى. ممكن بس مثلا ممكن بي واحد أثناء حسابها ممكن أنا ما أحسبها من علاقة المردود، يمكن أنه يعطيني مجموعة ضياعات وبي اثنين، هلأ بي اثنين دائما معطى الآلة، نعم المحرك يعطى باستطاعة خرجه، نستنتج استطاعة بستنتج الدخل. مثل ما هون نكتب سيجما بي بيساوي بي واحد ناقص بي اثنين، نعم فإذا في عدة طرق لأني أوصل صحيح للجواب. صحيح صحيح، المهم أنه هي مجموعة علاقات رياضية، يعني صفت القضية هون عمليات حسابية مختلفة يعني. نعم. نعم تتعلق بالفهم الرياضي للعلاقة أكثر من الفهم العلمي للمحرك. نعم اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر حضوركم معي المهندس غسان رزوق الموجه الأول في وزارة التربية، شكرا جزيلا، وشكرا لك الأستاذ حسام خليل يعني لما أفدناه من الأمس التي عرضتها، شكرا جزيلا لحضورك، وأنتم أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في ندوات مقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.